ولا من وصل تكفى تكفى. شو حياكم وحياكم، لي بي شيء حيا المحل على طول، لا تكلمني دايركت تعال. يعطيكم العافيه يا شباب، وايد منكم. تعال وين رايح؟ الله يعطيكم العافيه يا شباب، وايد منكم قاعدين يدزولي ويكلموني سواء هني ولا باليوتيوب، يا ابو صالح نبي سيت اب، يا ابو صالح احنا ما نعرف، يا ريت تشرح لنا الماركات. يا جماعه اللي صيد انت، مو السناره مو الماكينه. الحين ركبت لكم سيت اب متوسط وسيت اب اللي هو الهاي اند على قولتي. الحين راح تفهمني، السيت ابين نفس المواصفات، لكن هذا شركة وهذا شركة، وهذا بقيمة وهذا بقيمة، وهالشيء يحدد امكانياتك، يعني انت ايش كثر تبي. فالحين تشوفون هذه دايوة فينيسا ما اسمها، مع دايوة لاغونا 2500، والعصا هذه ميزاتها انها لايت. العصا هذه يعني انا اكثر عصا رشحها حق المبتدئين، هي 12 جرام والطول اعتقد 190، والماكينة لاغونا الغنية عن التعريف دايوة، شيء مرتب 2000 حجم سعر هالسيت اب 46 دينار او 47 دينار بالضبط، العصا والماكينة. طبعا يا شباب وهذا السيت اب حق الناس البروفيشنال محترف، والدفيع جاد. العصا ساكورا 13 جرام، شيء فاخر هاي اند. والماكينة هذه شنو اسمها؟ نسيت اسمها. زيون، اي زيون، دايوا زيون. بكم؟ طبعا نفس القياسات اللي قبل شوي، هذه الزيون 2500 وهذه الساكورا 13 جرام، شيء لايت، وبعدين مصنوعة من الكربون فايبر، تشوفون شيء قوي. كم سعرها؟ 137 دينار او 135 دينار، شيء كذي. بدون خيط بدون شيء، بس كذي الماكينه والعصا، بس شيء فاخر. فهمتوا قصدي الحين؟ كاهم العصاتين والماكينتين، ثنتين هم يصيدون، وثنتين هم شيء مرتب، وثنتين هم شيء فاخر. بس واحده انا ارشحها للمبتدئين لانها يعني ما تبي ذيك العنايه نفس الثانيه. يعني هذه بعد الطلعة لازم تنظف القايدات وتغسلهم ماي حلو، تنظف ماكينتك وتحافظ عليها وتخشها بالبيت. هذه الثانية نفس الطريقة، لكن ما يمانع ان تنساها يوم بالدبة، فهمت؟ طبعا هذه الفينيسا اللي وريتكم اياها 12، وهذه مقاسين اكبر منها، وسط واكبر بالجرامات، يعني هذه تصير طال عمركم 10-30، وهذه 25 جرام. فأعطيك شيء أقل منها، أقل من الساكورا اللي قبل شوي، لكن بجودة شيء مرتب. حق شنو؟ حق شعم، حق مزيزية سبيطية. هذه طبعا عصا الأتوميك، شيء مصنوع خصيصا للشعم واللايت جيم. هذه حق الكرانك، هذه حق الكرانك، وهذه حق التوبوتر. هذه الثالثة تعتبر مالتي بيربس، يعني أي لفاح سيف تقدر تطبق هني، لكن هذا خصيصا للكرانك، وهذه خصيصا حق التبوتر أو الجيرك بيت. ما راح أقول لك فيها ومواصفاتها وما شنو، وشي تهدها عند الماية هي تروح تصيد لك وترد. تعال المحل اقضب العصا كذي، شوف الوزن، شوف الماتيريال اللي مصنوعة منه، شوف الفينيش الصعب. فيا شباب انا كذي اكون شرحت لكم جميع النقاط اللي سالتوني عنها. الحين بتحول على السؤال الثاني. في واحد سالني عن التسفيرات اللي استخدمها حق الهارد بيت او الجيرك او الكرانك بيت، يعني افضل شيء هذيل. طبعا في شركات ثانيه وايد، هذه انا جربتها، هذه ممتازه بعد، اللي هي الوسابي صدت فيها. بس الشركات الثانيه نفس بروكيور انا والله ما جربتها للاسف، ما اقدر افتي فيها. انا اكلمك عن شيء مجرب.
انت تحط منه تروح لافنيوز تصيد، مو ميرور، انت تحط منه تروح تصيد.